أخيرا أيها الإخوة، سأفجر ما يشبه أن يكون لبعضكم قنبلة لكي أقول وأختم الخطبة بهذا. أنا في شك أصلا من قضية عمر عائشة حين تزوجها النبي، والذي أرتاح إليها أنها كانت بنت 20، يعني من 18 إلى 21. ستقول لي كيف هذا يناقض ما في البخاري؟ نعم، لأن هناك ما في البخاري وما في غير البخاري عشرات الروايات والوقائع تريدنا وتضطرنا إلى أن نتشكك، وإلى أن نقول إن هناك خطأ ما، هناك خطأ حقيقي وقع في تقدير عمر السيدة الصديقة بنت الصديق رضوان الله عليهما. ستقول لي كيف؟ أول ما نبدأ أيها الإخوة، كل ما درج عليه المؤرخون وأصحاب السير والطبقات أن عائشة ولدت قبل الهجرة بأربع سنين، بخمس سنين، بست سنين، بسبع سنين، وهذا الأخير يعني أرجح من غيره، لكن كل قول إيه وجد من يرجحه من العلماء قبل الهجرة فقط. يعني حين هاجر النبي كم كان عمرها؟ 7 سنوات، ولذلك قالوا هذا الأرجح. تزوجها في السنة الأولى أو الثانية بنت 8 أو 9 سنوات، هذا هو المشهور، لكنه ليس بصحيح في نظري. تعرفون لماذا؟ اسمعوا. أولا، الذي روى هذه القضايا، قضايا زواج عائشة وسن عائشة وخطبة النبي لها ودخول النبي بها، شخص واحد تفرد برواية هذه المسألة، وهو هشام ابن عروة الإمام الجليل ابن الإمام الجليل، الإمام الجليل ابن الإمام الجليل، عروة ابن الزبير وخالته عائشة. لكن هشام ابن عروة لم يدرك عائشة أيها الإخوة، ولد سنة 61، عام استشهاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وعمر إلى سنة 146 تقريبا، يعني شرف 80 رضوان الله عليه، وهو إمام ثبت جليل ثقة لا نتكلم فيه. لكن في مشكلة، مشكلة حديثية، ولا بد أن نستخدم موازين العقل والنقد الداخلي ونقد أيضا الرواة وأساليب الرواية. كيف هشام ابن عروة الذي تفرد بهذه الروايات أيها الإخوة يرويها عن أبيه، عن أبي عن عائشة، عاش في المدينة المنورة حيث عائشة الصديقة أيها الإخوة وحيث تلاميذه الذين تربوا عليه وتخرجوا به 71 سنة، انتقل في آخر 10 سنوات من حياته إلى العراق إلى الكوفة، في آخر 10 سنوات، يعني 71 سنة وهشام ابن عروة يعيش أين؟ في المدينة. لم يروي عالم ولا راو مدني من مشاهير ولا حتى من أغمار تلاميذه، وعلى رأس مالك ابن أنس من تلاميذ هشام والحمادان والسفيانان، ولا واحد حتى غير هؤلاء، لم يروي أحد من الرواة المدنيين هذه القضية عن هشام بن عروة، ولا واحد. عجيب، أليس هذا عجيبا؟ كل العجب. لماذا؟ ما الذي حصل؟ وكما قلنا، ما الذي عدا مما بدأ؟ إذن حين صار إلى العراق بدأنا نرى رواة يروون هذا عن هشام بن عروة، عن أبي، عن عائشة، تزوجني النبي وأنا بنت 60، إلى آخر هذه القضايا والمسائل، وخرجها البخاري وغيره. انتبهوا الآن، ذكر صاحب التهذيب الإمام الذهبي وصاحب تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني، وهذا من أوسع كتب الجرح والتعديل رحمة الله على الجميع، ذكر عن يعقوب ابن شيبة أنه تكلم في هشام ابن عروة من جهة حديثه للعراقيين، قال هو إمام حجة ثبت لا نعرف عليه إلا الخير، أو كما قال، ولكن هو تبسط في الرواية للعراقيين وأنكر ذلك عليه أصحابه، وأنكر ذلك عليه مالك، الإمام مالك أنكر ذلك، لذلك لم يكن مالك يقبل الرواية عن هشام بن عروة من جهة العراقيين. انتبهوا، هذا مذكور في كتب الرجال بغض النظر، أخرج البخاري أو لم يخرج، هذا الإمام مالك أيضا، وهو قبل البخاري بكثير بزواء 80 سنة. يقول الإمام يحيى بن سعيد القطان، وناهيكم به، علماء الحديث يعرفون من هو يحيى بن سعيد، يقول رأيت الإمام مالك في المنام فسألته عن حديث هشام ابن عروة فقال أما ما حدث به وهو عندنا فهو كأنه يصححه، وما حدث به وهو في العراق فكأنه يوهنه. قال هذا لا، قال ابن خراش قد رد مالك حديث ابن عروة الذي كان في العراق. كلام كثير أيها الإخوة. بعض الناس كالإمام القطان رحمة الله تعالى عليه، أبو الحسن القطان، اتهم هشام بن عروة أنه اختلط في آخر حياته، الذهبي لم يقبل هذا، لكن الذهبي تنزل وقبل أن حفظه قد نقص قليلا، قال تناقص حفظه في ميزان الاعتدال، تناقص حفظه. هذه قضية مهمة جدا أن نقف عندها. واحدة، الشيء الثاني، هذا من جهة الرواة. الشيء الثاني الآن،
مقارنة المتون في الصحيح نفسه. في صحيح البخاري أيها الإخوة في كتاب التفسير كما في كتاب فضائل القرآن عن يوسف ابن ماهك هذا يقول: إني لعند عائشة إذ قالت: لقد أنزل الله على نبيه سيهزم الجمع ويولون الدبر وإني لجارية ألعب. انتبهوا هذا في البخاري حديث صحيح ما في كلام. أنزل الله على النبي من سورة القمر في آخرها: سيهزم الجمع ويولون الدبر. أين نزلت القمر؟ في مكة. سورة القمر نزلت بعد أن انشق القمر أيها الإخوة، وهذا كان إيه؟ بعد البعثة طبعا وقبل الهجرة بسنين، وقبل الهجرة بسنين. عائشة تقول: حين نزلت الآية كنت جارية. الجارية من هي؟ الصبية الفتية، يعني بنت 11 12 شيء من هذا، مش 4 و 5. جارية من الجراية والجراء كما قال إيه في اللسان، انتبهوا اللغة. إني لجارية ألعب، تخرج تلعب في الشارع حين نزلت الآية. هذا في البخاري. وروى مسلم وعبد الرزاق شيخ البخاري وابن أبي حاتم وربما غيرهم، هذا ما يحضرني، روى جميعا عن عكرمة أيها الإخوة، عن عكرمة مولى ابن عباس عكرمة البربري، أنه قال لما أنزل الله عن عمر: لما أنزل الله سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال عمر: فقلت: أي جمع يهزم؟ أي جمع يغلب؟ حتى إذا كانت بدر ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثب في درعه ويردد قول الله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، عرفت يومئذ تأويلها. من الذي يروي هذا؟ عمر. متى أسلم عمر؟ سنة 600 البعثة أيها الإخوة. إذن هذه الآية نزلت في سنة 6 أو 7 تقريبا، أو 7 تقريبا، ربما جاوز ذلك شيء، هذا غير واضح تماما. ممتاز جدا. عائشة تقول: لما نزلت، إذن عمر كان أسلم، أنا كنت جارية ألعب. كيف تكون وردت قبل الهجرة إيه؟ بست سنوات بسبع سنوات؟ مستحيل. انتبهوا، نعم تناقضات. في الأخير أنا ما أحب أن أقرره أن الرواة أخطأوا في كلمة بعثة وهجرة. عائشة وردت قبل البعثة ب4 أو 5 سنوات، هذا هو الصحيح. ولما تزوجها النبي كانت قريبا من 20. أخطأوا فقط، بعثة هجرة، هذا هو الخطأ، ودرج عليه كل العلماء إلى اليوم. سنثبت ذلك أكثر من ذلك أيها الأخوة. كتب التراجم والطبقات أكثرها، ومنه ابن حجر العسقلاني في الإصابة، وهو نهيكم به أمير المؤمنين في الحديث، تذكر أن أسماء بنت أبي بكر أسن من أختها عائشة بكم سنة؟ ب10 سنوات. أسماء أسن ب10 سنوات، هذه واحدة. ثم يذكرون جميعا كل العلماء والمؤرخين ذكروا أن السيدة أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة قد ولدت 27 قبل التاريخ، يعني ايش التاريخ؟ الهجري، يعني 27 قبل الهجرة، 27 قبل إيه؟ الهجرة، يعني 14 سنة قبل البعثة. طيب وهي أسن من عائشة بكم؟ ب10، فتكون إيه؟ عائشة ولدت كم؟ 4 قبل البعثة، هذا هو. والدليل الذي يصحح هذا أنهم اتفقوا جميعا على أن السيدة أسماء رضوان الله عليها قد توفيت سنة 73 عن 100 سنة، الكل يقول هذا عن 100 سنة، بعضهم زادها سنة نقص سنة أو سنتين، 100 سنة، وهذا ملتئم مع التاريخ الأول. لماذا؟ لأنها إذا ماتت في سنة 73 للهجرة عن 100 سنة فيكون عمرها عند الهجرة 27، وهذا صحيح لأنهم قالوا ولدت قبل التاريخ ب27، أليس كذلك؟ وهي أسن من عائشة بكم؟ ب10، فلا بد أن تكون عائشة قد ولدت قبل البعثة يا أخي، وليس قبل الهجرة، ب4 أو 5 أو 6 أو 7 حتى سنين، هذا ملتئم جدا. يذكرون جميعا بما فيهم أيضا إيه؟ ابن حجر في تقريب التهذيب والذهبي في النبلاء وغيرهم، أن فاطمة عليها السلام بنت رسول الله أسن من عائشة ب5 سنين، وهي بنت خديجة، وقد رزقها الرسول ولهما العمر 35. إذا لما ولدت عائشة كم كان عمر الرسول؟ 40، هذا هو. وهذا أيضا يشكك على إيه؟ على الرواية المشهورة الكل يقولها، سبحان الله، حتى الذين ألفوا كتبا بحياله عن ترجمة عائشة لم يناقشوا هذه المسألة، كلهم يسلمون أنها ولدت قبل الهجرة ب4 ب5 ب6 ب7 سنين، غير صحيح، قبل البعثة أيها الإخوة. أكثر من ذلك للأسف هناك أدلة أخرى، لكن نختم بدليلين سريعين. عائشة في ظاهر رواية الإمام مسلم في صحيحه يبدو أنها كانت مع الجيش الذي شهد بدرا، والعلماء تشككوا واستغربوا كيف تكون فتاة صغيرة بنت 8 أو 9 سنين مع الجيش، تشكل عبئا وخطرا، أليس كذلك؟ النووي انتبه لهذا.
تقول عائشة: حتى إذا بلغنا الشجرة جاء ذلكم الرجل الكافر الذي عرض الاستعانة على النبي أن يستعين به النبي. المهم الحديث أنا آتي به بالشاهد. تقول بلغنا، يقول النووي ظاهره أنها كانت معهم. وهذا غريب، كيف بنت 8 سنوات يأخذوها الجيش على بدر؟ ظاهره ظاهر أنها كانت معهم، فلعلها كانت بين المودعين. شوف التأويلات عاد، لأنه لا يخطر على بالي إيه أنها كانت فعلا فتاة كبيرة بنت 18-19 سنة بتروح مع الجيش تمرض كما مرضت في أحد، صحيح في حديث أنس في البخاري وغيره، لكن قالوا بنت 8 سنوات كان صعب يعني صغير جدا جدا. قال أو تكون قصدت بكنا أي المسلمين، يعني تأويلات غير مقبولة لدينا على ضوء ما حققناه الآن توا. أخيرا أيضا أيها الإخوة، في أحد وهذا في البخاري يقول أنس: ولقد رأيت عائشة وأم سلمة تنقذان تحملان القرب، جمع قربة إيه للجرحى، تسقيان الجرحى في أحد. يعني كم كان عمره أيضا؟ 10 سنوات، صغيرة جدا، لا يمكن أن يخاطر النبي. مع أنه في حق الذكور الذين يذهبون إيش للمكامعة أو القتال أو حتى إيه تكثير السواد، رد كل ذكر لم يتم 15 سنة، كما في الصحيح قال ابن عمر: عرضت عليه وأنا ابن 14 سنة في أحد فردني، فعرضت بعد ذلك في الخندق وأنا ابن 15 سنة فقبلني. فكيف يقبل أن تكون إيه زوجته طفلة صغيرة في العاشرة من عمره أن تكون في الجيش؟ صعب جدا، لم تكن في العاشرة. والله تبارك وتعالى أعلم، وهو يقول حق ويهدي السبيل، وليس لأمثال هؤلاء المشككين أن يقولوا من بعد كلامي هذا أو مثل كلامي هذا: نعم الآن نقبل به نبيا ونبرئ ساحته. ما هكذا تكون قضية الإيمان، ما هكذا يكون الإيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أنا لدي استعداد أن أشكك في مرويات، في أحاديث، في أشخاص، في أشياء كثيرة، لكن لا أشكك في نبيي، لا أشكك في سبب نجاتي عليه الصلاة والسلام. اللهم